قالوا نس زمان يمشي زمان ويجي زمان، الجيب عامر والراس فرغان، لسان معسل والقلب قطران، في آخر الزمان يعلى البنيان وتكتر الفتان، ويقل الإيمان تقل النصايح وتكتر الفضايح، اللي جاي كتر من اللي رايح، تكتر النساء وتغلى اللبسة والقلوب حلى بعدها تقصى، يولي والرجال كينخل والنساء كينحل، قالوا على آخر الزمان يقل فيه الحياة ويكتر الرياء، والري مفرتك والحي يغير من الميت، ويولي الخير ياسر ومول المال واصل ومول العلم يبقى حاصل، تجي الدرية كل مدفع في الدنيا ما تنفع وفي الآخرة ما تشفع، يولي الراجل هايم ونسى بلاك مايم، وما بقالك في الدنيا ما تلايم. سلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وأحوالكم كلها جيدة، ويا ربي نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. مبروك عليكم هذا الشهر، هذا مبروك عليكم العواشر، والله يدخل عليكم هذه الحجة إن شاء الله باش ما تمنيتو يا سيدي ربي، وتدوزوا الشهر كامل بخير وعلى خير، فرحانين ناشطين ماشطين كيف ما كيقولوا 5 5. اليوم معنا واحد القصة ديال واحد السيدة بعثتها ليا في رمضان، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يلاه دابا عاد فين كتاب انني نحطها. كيف ما قلت لكم بزاف ديال الناس اللي مصيفط لي القصص ديالهم، ومع عندي بزاف الميساجات في الواتساب، شي كيجي شي على شي وكيمشي، وهذوك اللي كيصيفطوا كيمشي وكيتلفوا لي مع النوامر، فعافاكم الله يجازيكم بخير. اي وحده اي واحد مصيفط لي الرساله يعني في الواتساب عباره عن قصه ديالو او قصه ديالها ومازال ما تحطيتهاش، فما عليكم غير تواصلوا معايا، الله يجازيكم بخير، وسمحوا لي بزاف كنعتذر منكم اشد الاعتذار. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، وبقوا معايا حتى النهايه في القصه ديال هاد الاخت، اخت بلقيس من شمال المغرب. نتمنى ان شاء الله تلقاو معاها الحل وتنصحوها، لان هادشي اللي وقع فيه واللي وقعت فيه ديجا اش غادي نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بقاو معايا حتى الاخر، ما تنساونيش نجاتوها. السلام عليكم اختي امينه، كي دايره؟ لاباس عليك، عواشركم مبروكه. انا متتبعه ديالك من طنجه، اسم ديالي بلقيس، عمري 28 سنه، حاليا متزوجه وام لطفلين. المهم انا واحد الانسانه تكرفس في حياتي بزاف من صغري، وانا عايشه في الحرمان العاطفي، الاب ديالي سمح فينا وانا اختي وخلانا باقيين صغار، خلانا مع ماما مشات تزوج ودار ولاد وحدين اخرين، وما عمره ما عقل علينا ولا صرف علينا الدرهم هو التالي. كنت كنعقل على الاب ديالي كيخلي ماما تمشي للخدمه، هو كيدخل صاحبته كيمارس معاه الفحشاء والمنكر قدامنا حنا ولادو، ملي قلتها لماما عطاتني قطله ديال العصا. المهم الاب ديالي دوزها علينا بالمعقول، ساب والشام تموز الضرب، حتى في الاخر ماما طلقت منه. ديك الساعه كانت عندي 4 سنوات. المهم ماما مسكينه خدمات تكرفصات باش تقرينا وتكسينا حتى كبراتنا. انا دائما كنت كنحس بالنقص والحرمان، حيت داكشي اللي عند الناس انا ما عنديش، وكنحشم نخرج مع صحاباتي حيت ما عنديش. مع الوقت تعرفت على واحد الانسان كانت عندي 19 سنه وكان كيبين ليا المعقول، شحال وحنا مع بعضياتنا. واحد النهار كان عندي الجهوي كملته جا مورايا قال لي يلاه نفطروا، مشينا نفطروا في القهوه، حتى كنلقى راسي معاه في الدار، ما عرفتوش كيفاش دار ليا العذريه ديالي، وقال لي لا هذيك غير دم الحيض فيك، انا ما درت لك والو، سمح فيا ومشى. دوز ايام اللي كنت فيها مصدومه خوفانه، تما تبليت بالمخدرات وليت حالتي. مع مرور الوقت تعرفت على واحد الشاب من طرف صاحبتي كتعرفو، عجبتو بغا يتزوج بيا، بطبيعة الحال قبلت من بعد ما عاودتلو كلشي وصرحتو بالحقيقة، هو قبل بيا. صافي كنت كنمشي معاه كأننا مزوجين، حتى حملت منو. هادشي وقع في الأول ديال 2014، اللي بغا يخطبني الأم ديالو رفضات، وكذلك خواتاتو. هو كذب عليهم وقال لهم هاد البنت انا فصدت البكره ديالها وبغيت نسترها. بعد الهضره ما زادوا عاد كرهوني، اختو عيطات ليا وقالت لي نعطيك مليون وسيري صوبي البكره ديالك وحيدي على خاي. جاوبتها وقلت لها انا ماشي سلعه كنتبع ونتشرى وديري لي فيا شغل الافلام. المهم من بعد صراعات صافي تزوجنا، درنا انا وهي علاقه بالسيف عليهم، اللي كانت عندي 3 شهور في كرشي ماما رحبت بيهم، ما خلات ما وجدات، عدوني معاهم. انا ما درتش العرس حيت ما بغيتش نكلف ماما، وهي يلاه كتقاتل مع الزمان. هو من عليا نكمل الدراسه ديالي، مع العلم كنت كنقرا مزيان. صافي داني معاه للدار ديال والديه،
ولكن هما عمرهم ما بغاوني وكانوا دائما كيحقروني، وخصوصا اللي عرفوني انني حامله خلاص دوزوها عليا كحله وجراو عليا. نضوا داني عند واحد اختو اللي ردتني خدامه عندها، وكل نهار عندها الدير وانا كنشقى عليهم وكنقابل ليها بنتها. المهم من بعد مده ديك لوسي جابت واحد الخدامه وخلاتها معايا باش تعاوني. ديك الخدامه بدات كدور ليا براجلي، وشي نوامر بداو كيعيطوا ليا وكيعايروني بالماضي ديالي. نفس النوامر كيعيطوا على راجلي وكيصيفطوا له ميساجات. كان كل نهار كيوقع صداع بيناتنا وانا صابره. واحد النهار لوسي قالت لراجلي هز مراتك وديها كري ليها ولا دبر راسك، انا بزاف عليا نخليها معايا. صافي داكشي اللي كان داتنا حطتنا في المحطه، لحت لي 50 درهم باش يشد ليا الكار نمشي بحالي. صافي جيت من تما بقيت مع ماما. ايوا راجلي سمح فيا، تصوروا مع مرو تسوق ليا، انا محتاجه وما كنلقاش لي صرف عليا، هو ما كيعطيني ما كيديها فيا. ماما مسكينه هي اللي كانت كتهتم بيا. بكات ماما مسكينه وتحسرات ملي عرفتني كنت حامله قبل الزواج وسمحت في قرايتي. المهم هذا الراجل كان حارمني من الزنقه، ما نشوفش الزنقه كيفاش دايره. كان مريض بالشك. شنو غادي نقول لكم، كان داير عليا الدراري اللي حاضيني واخا هو ما عايش معايا. حتى ماما كان مانعني نخرج معاها، كنت بحال شي حمقه. كنبقى في الدار، ملي درت 6 شهور في كرشي تحت في الدروج تهرست، درت القبس عاوتاني شديت الركنه وحيده ما كاينش شكون يديها فيا. اختي في المدرسه، ماما في الخدمه، كانت كتجي معطله حيت كانت كتخدم في الميناج. المهم جا نهار اللي غادي نولد فيه ولدي اللي كان آية في الجمال. فرحت بزاف، حتى ماما فرحت بيا وقفت معايا. راجلي جا حتى لاخر ساعه، ماما تكلفت بكل شيء. المهم خرجت من الطبيب جيت للدار، راجلي مشى بحالو، خلاني حتى هذا الاسبوع. عاد جا هو الام ديالو ولويساتي وراجل اختو، وماما كالعاده كبرت بيهم ما خلات ما وجدات. عقوسي عطاتني 300 درهم، واحد لوسي عطاتني 100 درهم. صافي من تما ما عمرني شت الريال منهم. ايوا السيد قال لي انا كريت لك يلا تمشي. فرحت، جمعت حوايجي ومشيت. وكانت فاجئ الدار، داني لدار الام ديالو وقال لي هنا غادي نسكنو. شنو غادي نقول لكم، قلت الامر لله. عطاوني بيت، صوبتو مشى شرا فراش علاش ننعسو. تسخر لي واحد السخره في الثلاجه ولكن منعوني ناكل منها، كانوا يشدوا الكوزينه بالساروت وكيخليوني انا بالجوع. ملي كيجي من الخدمه كنتشكالو كيقول لي صبر حتى نكريب. تخيلوا معايا منعوا لي حتى الطواليت حاشاكم، كنت كنقضي الحاجه ديالي في السطول، ممنوع نصبن ممنوع ندوش. تقهرت، ما دوشت بزاف. ناض بيني وبين راجلي الصداع نهار ديال العيد الكبير بالضبط، حيت سمح فيا النهار كامل وخلاني. ملي جا ضربنا، جات الام ديالو با جراو عليا ورموني للزنقه بولدي اللي باقي ما مكمل حتى 40. جيت انا عاوتاني لدار ماما، اتصلت بيا قالت لي والله لا بقى معاك خاي، راكي نسيتي دم النفاس ديالك في السطل الزبل، غادي نلعب لك به كيف ما بغيت. جيت انا قلت ليها جري طوالك وربي راه كبير. المهم دازت ايام وايام انا مع ماما بلا راجل. صافي نساني ونسى ولدو، لا مصروف لا والو، خلا ولدو بلا سبور. ماما مسكينه اللي سبعات ليه. جيت انا جبتو للدار سكنتو معايا، قلت له خدم وجمع ويلا نكريو ساعه والو. ماما مسكينه هي اللي كانت كتصرف عليه، اما هو عطيها غير للنعاس وكيخرج مع صحاب السوق بالليل. حتى وليت نكرهه وجريت عليه وطلبت الطلاق. سمحت بالحقوق ديالي كاملين، طلقت في 2016 ولحد الان عمرو سول على ولده ولا على عائلته، ولا عائلته سولو في الحفيد ديالهم. كنت مشيت عندهم واحد العيد صغير باش يشوفوا الولد، ساعه جراو عليا ما عمرني رجعت. غادي نوقف لكم في هذه النقطه احبائي حبيباتي مستمعين ومستمعاتي. الا سمعتوا دابا واحد شويه واحد بحال الجرجير، كانوا البنات كيسمعوا بحال هاد الاصوات في مره في الوقت في الفيديو كيعذب لهم. انا يعني درت شي حاجه بحال خروج الريح ولا حشاكو. هي باش نفسر لكم، راه حنايا بحكم السكن اللي ساكنه فيه حاليا الدار على الدار، يعني كاين بيناتنا غير واحد الحيط، داك الحيط ديال الطوب. اي حاجه درتيها كيسمعوك الجيران، يعني هنا انا واحد الجيران لاصقين ليا وانا قريبه لحد ديال داك الجيران وكيجرجروا القلا السدادر، كتسمعوا داك جج داك
واحد الصوت، المهم صوت غريب. فاش كنحضر انا القصه كيتسمعوا داك الاصوات مره مره كيف ما قلت لكم، فغير هاد النقطه بغيت نفسرها لكم وصافي واستسمح. المهم غادي نكمل لكم القصه ديال الاخت بلقيس من مدينه طنجه. هي هذيك في 2016 طلقت، لحد الان ما عمرو مسؤول على ولده، حتى العائله ديالو ما عمرهم مسؤولوا في الحفيد ديالهم. كنت مشيت عندهم واحد العيد الصغير باش يشوفوا الولد، ساعه جراو عليا من تما عمرني ما رجعت عندهم. صافي كملت حياتي، خدمت تكرفست على ولدي، تعرفت على بنات خارجين الطريق، وليت حتى انا بحالهم، سهرات مخدرات شراب الفساد ما كاينش اللي يحكمني. مع العلم ماما كانت خوات المغرب، جات واحد الكونطرا ديال الخدمه، انا كنت دايره اللي بغيت، كنخلي ولدي لاختي وكنخرج نسهر وندبر على راسي. حتى لواحد النهار وانا نحمل طيحته وتبت، تبت واحد الايام عاوتاني كما كيقولوا رجعت حليمه لعادتها القديمه. واستسمع على هذه الكلمه ديال حليمه، بعد النهار حتى واحد القصه وفي هذه الكلمه ديال حليمه، هذا هي مثال وصافي، مثال كنقولوه شعبي يعني كاع الناس راهم كيقولوا. المهم كنسمح في هذه النقطه هذه، تحيه كبيره للحليمات، الحليمات الحنينات. نكمل لكم، ما كنت لا كنصلي ولا كنقرا قران، الشيطان كان زي لي الحياه. كنت كنرتاح في البيران والديسكويات، هذا هو الدليل على ان الشيطان كان باغي ليا داك الطريق. كنت دائما كاو، وما كنت كنثق في هاد شخصيتي كانت قويه، حتى تعرفت على واحد الانسان وبغيته ولكن دمرني. في 2019 تعرفت على راجل تاني في الفيسبوك، تصاحبت معاه، ما بقيتش كنخرج مع الرجال، كنعرفو غير هو حيت بغيتو. اي حاجه كنت كنديرها معاه، كنت كنسهر معاه، المخدرات نديرهم معاه، ندير كلشي بجوج. انا النهار على نهار ما كنزيد غير نبغيه، دخلتو لدارنا كان عايش معايا وانا اللي كنصرف عليه. ماما كانت كتصيفط ليا الفلوس وانا كنخسر عليه وكنعطيه، حتى جات 2020 سمح فيا وخلاني. دا الشهرين اللي جات كورونا رجعنا هضرنا، طلب مني الزواج، فرحت ورجعت ورجع كيجي عندي للدار، كنت فرحانه وما قداني فرحه. طلب مني ما نبقاش نكمي وما نبقاش نشرب وما نبقاش ندير شي حاجه اللي خايبه، طبيعه الحال وافقت، وكذلك هو وعدني ما يبقاش يكمي. المهم عاش معايا ومع الوقت حملت منه، حيت هو كان باغي باغي معايا الولاد، وانا كنت بحال الحماره حاشاكم، حملت وكان كيتهلا فيا الصراحه. ايوا وليت نصلي، لبست المستور، درت الحجاب، تبت، كان ناقصنا غير العقد، صافي درناه. ملي كنتفكر شي 6 شهور داني عرفني على الام ديالو وعائلته، رحبوا بيا، فرحوا بيا، ناس كانوا على قد الحال. هو سكن معايا فابور، ما كيخلص ويفي، ما كيخلص كرا، ما كيصرف على ولدي الكبير. الام ديالي مكلفه بولدي وكتقري في مدرسه خاصه، الحمد لله ولدي كيجيب نقط مزيانين وكيقرا مزيان، الله يحفظه ليا. هاد السيد كانت كيتهلا فيا، ملي ولدت فرحنا، وكان شنو نقول لكم، كان شرا ليا الحولي، سبع لولدو، سما ولدو، وصافي كانت احلى ايام عشتها معاه. حتى السيد تبدل ولا كيضربني ويعيرني، ودائما المشاكل، المصروف قليل، كيعطيني 200 درهم هذا مصروف ديال السيمانه، فيها الدجاج، الحوت، الزيت، البيض، الخضرة، القطاني، الفروطة، كلشي. انا ما كتقدنيش، كنقول ليه زيدني، كينوض يغوت وكيضرب. انا محرومه من اللباس، عمرك ساني ولا شرا ليا حتى الريحه، خروج ومسافرات محرومه منه. كما تحكى باغي يبني، وشي فلوس لبني ما شتهم، انا في كل مناسبه كنجيب ليه كادو، هو حرام واش يتفكرني، كندير طورطه هو ما كيدير ليا والو، وحتى كلمه زوينه والله ما كنسمعها منه، كيسبني وكيضربني وكيقارني، وانا صابره. مؤخرا شهر يناير ناض بيناتنا صداع، ناض السيد جمع حوايجو وسمح فيا انا وولدو، وكيضحك عليا ب 170 درهم ولا 150 درهم ديال المصروف. كنقول له غير رجع، كيقول لي لا انا غادي نبقى في الدار ديال الوالده، وصبري عليا نجمع ونبني السكنه فوق الوالده ونجيبكم. نهار مشى بحالو ما مشيتش لدارهم. مالين كنت كنمشي كل سبت ونجي لحد ملي كان هو معايا، الام ديالو كاينه في نفس المدينه، وعاد الام ديالو كنقول لها تهضري هضري مع ولدك، كتقول لي دبر راسك انت وياه، وحتى خوتو البنات كذلك، حتى وحده ما بغات تدخل في المشاكل اللي بيناتنا. المهم هذا رمضان ما جاب لي والو، حتى باكيه التمر هي الاخرى ما جابها ليش. الام ديالي مسكينه سيطات ليا باش نتسخر، هو جا الجمعه حيت انا طلبت منه يجي يعمر ليا البوطه، ملي جا بغى الحق ديالو الشرعي، تقرب مني انا كاع ما تسوق لياش، زرب عليا خلاني ونعس، اصلا غير كيجي غير باش يقضي الحاجات ديالو صافي.
في الصباح عطاني 100 درهم، قال لي سيري بها للحمام وتسخري منها. وانا نقول له دي علاش هادي باش تقدني انا؟ قال لي يا ماماك عطاتك. قلت له ولدك شنو غنبكلو؟ باقي خاصني الزيت، الطحين، الفروطه، الخضره، التمر، الشباكيه. قلت ليه الفلوس دي ماما ماشي شغلك فيها. قال لي من بعد نزيد كدي باني دابا انا ما عندي حتى شي درهم. قلت لي ماشي مشكل، ما عندوش السيد ماشي مشكل. ايوا انا السيد لبس عليه ملي كان غادي مشى جبد الفلوس كنخبعهم في الكوزينه. ملي حصلته قلت له جبد نشوف الفلوس اللي عندك، دفعني وهرب وانا نتبعه. لحت عليه داك 100 درهم قلت له ملي تكون مقد عليا ديك الساعه وريني وجهك وما نزيدش نشوفك في داري. يوم مشيت بحالي عيرته في الواتساب ونسيت ما قلت لكمش بلي هو رجع للبليه ديالو ملي كنت انا حامله. ومؤخرا كيقول لي بغيت نطلقك وانا كنرغب وما بغيتش الطلاق، ما بغيتش نتم ولد اخر حيت انا عارفه شنو المعنى تكون بلا اب. حتى ولدي الكبير كان كيقول لي خاصني با، حتى انا خاصني با. ملي كيشوفنا كانت دابتو كيبقى يبكي. دابا من نهار السبت باش رديت له ديك 100 درهم ما عيط ما سول، هو عارف ولدو الصغير متعلق بيه بزاف. حاليا كنعيط ليه ما كيجاوبنيش، هو اونلاين وانا عامله له تجسس في الواتساب في الماسنجر، ما كيهضر حتى مع شي وحده. ودابا انا كنقول نمشي للدار ديالهم ونشوف معاه الحل. هو كيقول كيجمع عند امه وكيحلف، امه كتقول كان ما كيجمع والو، هو حالف عليا ما نجي للدار ديالهم. ما عرفت شنو هو السبب. كيقول لي بلي الام ديالو ما ناقصها صداع. دابا نصحوني شنو ندير؟ انا ما بغيتش نمشي نطلق ونخرج لا درهم لا جوج بحال اللي عملت مع الراجل الاول. الا بغى الطلاق يعطيني الحقوق ديالي. حتى انا الصديق ديالي باقي ما عطاهنيش، ملي كنطالبو بيه كيقول لي على مالي ديتك بنت الهجاله، ما كيعطينيش الصديق ديالي. عييت وخاصني غير نرتاح وما عرفتش هاد العلاقه فين غادي توصل. هو حلف ما يرجع عندي للدار، وحلف ما يكري، وحلف ما يكسيني في دار، ما يسكنني في دار وحده مع امو. قال لك حتى يبني واحد داك الساعه يجيبني، وحاليا ما كيجاوبنيش وما عرفتش شنو ندير. وكيف ما سمعنا كاملين القصه 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 ديال خطنا بلقيس، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قدر الله ما شاء فعل. اختي بلقيس انت غادي نقولها لك بكل زعما بكل صراحه وما تاخديش من قله الصوت، انت كلك على بعضك غالطه حبيبه ديالي، غالطه بزاف بزاف بزاف. انا مقدر الظروف اللي عشتي فيها من حرمان ديال الاب الى اخره. انت تربيتي في كنف واحد الاسره اللي غير متوازنه من جميع النواحي، ما تربيتيش على يد واحد الانسان اللي خافك الله ويتهلا فيك اللي هو الاب ديالك. فبالتالي داكشي كامل اللي وقع لك في الطفوله ديالك وفي الشباب ديالك فما غاديش نلومك عليه، ولكن اللي غادي نلومك عليه هو التجربه الثانيه اللي عاودتيها مع الراجل ومشيتي معاه وانت مازال ما مزوجاش به. فالبنات تقوا الله في نفوسكم، راه الحياه راه ماشي غير زواج. البنت الا لقات راجل 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 شتي شنو هو راجل، فرق كبير مع ذكر ومع راجل. الا لقات راجل يسرها وتعيش حياه زعما كريمه راه ما فيها باس مشي تزوج، ماشي من الناحيه الماديه. الماديه راه مهمه، اللي قال لك وسخ الدنيا راه الله يطلينا به، راه المال زينه ماشي وسخ. اللي كيعتقدوا بزاف الناس انه وسخ، لا ماشي وسخ ديال الدنيا. الله سبحانه وتعالى شنو كيقول في القرآن الكريم؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة ديال الدنيا، ولكن الباقيات الصالحات راه هما اللي كما كيقولوا كيدوموا. ف انت بغيتي تعيشي توب دو توب دو توب، ما بغيتيش تكرفسي ماديا واختاريتي الطريق السهلة اللي بحيث انك خرجتي الطريق وليتي كتفسدي باش تجيبي ما تاكلي وتعيشي مزيان. بغيتي تزوجي ولكن ديتي واحد الراجل اللي بحالك حتى هو بحالك بحاله، يعني اختاريتي واحد الزوج من وسط اللي فاسد. يعني كيفاش بغيتي هذا الراجل يكون اللي كتكمي انت وياه وتسكري انت وياه وديري انت وياه المناكير الكحله؟ فكيفاش بغيتيه تكون وكتزيدو تولدو؟ على الاقل بنادم ما يولدش ما يولدش ما يولدش ما يكرفسش معاه ولادو. انت تكرفستي وكون كنتي عارفه بحق داك التكرفس اللي تكرفستي ما كانش عليك تولدي لا الولد الاول ولا الجوج حتى تستقري. والله سبحانه وتعالى كيوصينا اننا بنادم ما يشوفش في اليدين ديال واحد اخر، لانك انت كما نقولوا انت باغا تعيشي مزيان، كتشوفي الناس كيفاش عايشين، باغا تعيشي نفس العيشه، باغا توصلي لنفس المستوى المعيشي ديال دوك الناس، ولكن بواحد الطرق اللي غير شرعيه.
فبالتالي جنيتي على راسك ولقيتي راسك عندك جوج ولاد ومكرفصه بيهم وما عندك ما تصرفيه ليهم الى اخره. فحتى الام ديالك الله يهديها ما كانتش امراه اللي حكيمه في التربيه ديالك، كان عليها تربيك تحتضنك توصيك ما تخليكش هكا. هي كانت كتخدم غير باش تكسيكم وتوكلكم وتشربكم. فكنقول لكم الحياه ماشي غير اكل وكسوه وشرب، حياه الانسان خصو داك التربيه الحسنه. كيقول لك الولد ابن بيئته، تربيتي في واحد البيئه اللي لا حول ولا قوه الا بالله. ما عرفتش الام ديالك، انت قلتي خدمات وتكرفصات، ولكن انت ما خدمتيش وتكرفصتي، انت مشيتي للطريق السهله ومشيتي للطريق ديال الحرام. الله يعفو عليك والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. ما عرفتش واش باقا فيك البليه ولا حيدتيها، حيت قصه عاودتيها باختصار تام. فدابا انت جايه تقولي لنا شنو الحل. بين قوسين البنات، هذه البنت كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو حطت القصه ديالها في سيدنا رمضان. يعني صراحه كما قال لي مع بزاف الناس، وكنطلب منكم دابا والله الا سمحوا لي غادي نقطع لكم الهضره، غادي نقول لكم البنات اللي حطيتوا لي القصص ديالكم مازال ما توصلتوش بهم، عافاكم عاودوا تواصلوا معايا حيت القصص ديالكم تلفوا لي مع النوامر. هادشي اللي كاين. فكما قلت لكم هادشي وقع لها في رمضان. دابا ما عرفتش مسكينه الاحوال ديالها كيفاش دايره، واش رجع معاها، واش دابا هادي شهرين وهي اكثر دابا تقريبا 3 شهور، وملي حطت الحكايه ديالها شنو دار مع راجلها والله ما عرفت الجديد ديال الحكايه ديالها. فنتمنى الا سمعت الحكايه ديالها دابا تقول لنا شنو هو الجديد. الا كان باقي معاك الزوج ديالك هكذا، راه كاين واحد الحاجه سميتها الحق والقانون. الحق يؤخذ ولا يعطى، القانون كاين في البلاد. فالسيد غادي تمشي ترفعي ليه دعوه ديال عدم النفقه على وليداته، من حقك، هذا حقك على ولده، بعد على الاقل على ولده اللي يعني اللي ولدتي معاه، اما الاخر كيبقى ولد باه الاخر. وتا هذاك خصك يدعيه على النفقه، يعني مادام طلقتي منه الا ولا كنتي سمحتي له. كننصحك باش ما تعاوليش التجربه ديال الزواج وتخرجي مع علاقه فاشله وتدخلي في علاقه ما افشل. فمن الاحسن جمعي وليداتك واتقي الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسير قلبي على شي خدمه ديال الحلال، حاولي تشوفي وليداتك تدخليهم شي مدرسه ولا باش يقراو. قلتي الولد الاخر كتقريه امك، والولد الثاني ما عرفتش شنو الوضعيه ديالو شحال عنده في العمر ديالو دابا. فكنتمنى انك ديري شي حل لراسك. شوفي الام ديالك مادام انها كتمشي لاوروبا تقدر تعاونك في هذه القضيه هذه، تطلعك معاها ولا على الاقل تكلف بالمصروف ديال الاولاد، وانت حاولي تخدمي، تحاولي حتى انت تبتي راسك تخدمي على وليداتك كما خدمت عليكم انت واختك الام ديالك وكبراتكم. نتمنى انك تكبري وليداتك في طاعه الرحمن وتربيه حسنه، واخا الام ديالك وكلاتك وشرباتك وكبراتك راه ما عطاتكش حقك في التربيه كبنت صالحه. فنتمنى ان شاء الله هاد التجربات بجوج اللي دزتي منهم ما تعاوديش التجربه الثالثه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين. داكوغ؟ فحاولي انك ترزني. 28 سنه راكي تبارك الله انسانه ناضجه، انسانه راكي وصلتي لواحد يعني واحد السن اللي تبارك الله غادي يكون عندك واحد الرصيد معرفي في الحياه، لانك عشتي من الطفوله ديالك وانت شايفه الوقت كيفاش دايره. فداك التجارب كامله خليهم بالنسبه ليك دروس قراوك واستفدي منهم، وما تعاوديش نفس التجربه. ما يكونش همك الوحيد هو اللباس والماكله والشرب والخروج والدروج والمكياج وكذا، وهذه راه الحياه اجمل من ذلك. الا ربيتي غير وليداتك وفرحتي بهم هذاك نعمه من عند الله. كنتمنوا هذا السيد يكون هدرتو على صواب، ويكون يدير لك واحد يتمكن انه بعد على الاقل يدير لك واحد السكن، يوفر لك واحد العيش اللي بسيط، واخا يكون كريم واخا يكون بسيط. ونتمنى ان شاء الله هذه القصه تفيد الشباب والشابات، الشباب اللي باغيين غير يتزوجوا ما عارفينش اصلا شنو هو الزواج. يعني كيحسب لهم الزواج شي حاجه اللي سهله، والزواج راه واحد الميثاق اللي هو غليظ، خاص لا المراه ولا الراجل يكونوا مسؤولين، لان كيكونوا ضحايا اطفال اللي مساكن ما كيكونوا دايرين لا بيديهم ولا برجليهم. نتمنى اختي نكون وصلت القصه ديالك كيف ما بغيتي، وكنستسمح وكنعتذر منك قدام المتتبعين كاملين، وكنعتذر كاع من الناس اللي باقي ما حطيت لهمش القصص ديالهم. الله يجازيكم بخير، سمحوا لي انا كنحاول دابا يعني نفيريفي دوك الميساجات كاملين اللي عندي ونشوف لي ما حطيتلاش القصه ديالي نصدق منها، خصوصا الناس اللي تحطوا القصص ديالهم شحال هادي في الواتساب ومازال ما عاودتهمش. وكنتمنى كاع البنات اللي عاودوا القصص ديالهم وما سمعوهمش لحد الان عافاكم تواصلوا معايا، الله يرحم ليكم الوالدين. عواشركم مبروكه،
الرقم ديال الواتساب هو 0637054549. الرقم غادي تلقاوه في صندوق الوصف كذلك في بداية الفيديو. أبشركم مبروكة طيبة، إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.